احتراما وتقديرا وعرفانا بوجود ضيوفنا الكرام معنا وتشريفهم لنا، فقد آثرت أن أبدأ الحديث حتى أنقل إليهم سعادتنا وتقديرنا الكامل لهذه الخطوة المباركة بوجودهم معنا هذا اليوم. شرفونا بالحضور أهل المنيا الأحباب والأعزاء. في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها إخواننا في غزة، والتي تبذل مصر حكومة وشعبا ما في وسعها لوقف نزيف الدم وتمديد الهدنة وقف القتال، أدعوكم جميعا للوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة الأبرار. ودائما أهل المنيا كانوا في الموقع وفي المكان وفي التاريخ الذي يطلب منهم، وأنا لي رأي خاص بقدر ما حب الله مصر بموضع متميز بين الأمم. أعتقد والله وبلا تحيز أن المنيا تحديدا حباها الله بموضع متميز داخل مصر. بيجعلها فعلا بحمد الله دائما دائما رائدة، ودائما بتعبر عن نبض الوطنية الحقيقية، وستبقى دائما في هذا الأمر إن شاء الله.